قوي، وكانت طبعا مفاجأة بالنسبة لي انه في الاحتفالية، وبعدين بدأت المزيكا، وبعدين بدأت الغنوة، وبعدين لقيت قدامي مع حفظ الألقاب طبعا صفاء أبو السعود، هي بنفس الأداء ما شاء الله، تاتش وود بنفس اللياقة ما شاء الله، تاتش وود بنفس الروقان، بنفس البهجة، بنفس حالة السعادة الغامرة التي طالما وضعتها وأسبغتها وغرقتنا جواها صفاء أبو السعود. صوتها بيضحك بيرقص. أستاذة صفاء إزاي حضرتك؟ انت ازاي حضرتك؟ اولا ميرسي على المقدمه بتاعتك الحلوه والله العظيم، من قلبي يعني. ده من قلبي، لا اداها ايه، دي اقل حاجه تتقال، ده عشان بس ما اخدش من وقت المكالمه، انا لو عليا هقول يعني حاجات كتير. اشكرك جدا ميرسي يا حبيبي. احنا فرحنا كلنا. لو تشوفي حضرتك كل زمايلي اللي قاعدين معايا هنا جوه البلاتو، وزمايلي اللي في الكنترول روم، واحنا بالنسبه لنا الموضوع مفاجئ، كله راح ساكت، ايه ده مش ممكن. فرحة 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 يعني. أنا بشكرهم أولا، بحييهم كلهم جميعا وبحييك كمان. يا رب يخليكي. أولا المفاجأة دي كانت عظيمة، نرجو أنها تستمر طول الوقت بقى، مش في إطار المفاجآت يعني. كنت وحشانة في الحاجات الحلوة اللي زي كده، وحشانة في البهجة جدا. يعني وحشانة في مثل هذه الاحتفالات احنا ما ننساش كل حاجة، ده كفاية أيقونة العيد. لا اهلا بالعيد. طبعا يا خبر ابيض يا خبر ابيض، سعد نبيه سعد نبيه مش كده. هل هنتوقع المزيد والمزيد خلال الفتره الجايه، ولا كانت مره كده؟ والله هو الحقيقه مش عشان كانت مره، هو الحقيقه انه الموضوع مهم. اولا يوم المراه العالمي، وفي مصر يعني احنا عاملين بروجريس، تقدم كبير في مصر بالنسبه للمراه، يعني ابتدت تبقى وضعها مش مجرد شعارات، بقينا شايفينها بقى فعلا بحقيقي، بقت حاجة مهمة، حاجة مهمة، قاضية وطيارة ودكتورة وكل الحاجات اللي ماشية مع العصر اللي احنا فيه. مظبوط. لأن يعني بقى كان في حاجات تقول لك عيب، معرفش ايه عيب ايه، الأغنية كلماتها ماشية مع هذا العصر، يعني مع انك البنت ما تتجوزش صغيرة زي زواج القاصرات اللي بنسمع عنده. طبعا البنت لازم تتعلم، البنت لازم يكون عندها شخصية، مش معنى شخصية انها تتخانق يعني، لا طبعا، بس تبقى عندها شخصية وتقدر تقول رأي وتقدر تعترض وتقدر، يعني كلمات الأغنية الحمد لله يعني كان متوافق فيها قوي الأستاذ أيمن بهجة قمر، يعني كتب كلمات فعلا يعني البنات بيعانوا منها، وقال حلول، خلتني حبيت ان انا اقدم حاجه لمصر، يعني اغنيه تمشي مع الحاجه اللي احنا محتاجينها، وان احنا ننبه البنات ازاي يقدروا يبقوا ان هم دول الامهات، وهم دول اللي هيبقوا الدكتورات وهيبقوا العلماء والعالمات كده يعني. فأنا عايزة أقول إنه البداية بتبدأ من الطفل، فكان حلو إنه الموضوع جميل ومناسب، فشدني فعلا إني أدل معهم. في الوقت كان قصير، ولكن الحمد لله يعني إيه، قدمنا حاجة لطيفة جدا. أفندم جدا، حاجة لطيفة، بس دي حاجة لطيفة جدا. الله يخليك. واللحن كان متوفق برضو، الموسيقار محمود طلعت قدمه بشكل جميل ومدروس كده ولطيف وبسيط. طيب فيعني ده حاجه شدتني اني اعمل الاغنيه البسيطه دي. طب هنا يجي سؤال بقى، يعني استاذه نعم. صفاء ابو السعود، من الفن للاعلام، هل نقدر نقول من الفن للاعلام للفن مره تانية، ولا يعني مش عارف؟ ايوه انا اولا طبعا بفتخر بالفن بجد، يعني بحب ان انا ابقى فنانه طبعا. اساسا الاعلام يعني جه معايا مصادفة، ما اكذبش عليك، بنجاح مبهر. انا مش خريجة اعلام، انا خريجة كلها حاجات فنية، معاهد فنية. حلو. يعني الكونسرفاتوار، معهد السينما وكده، انما اعلام برضه ليه ناسه وليه المتحدثين واللي بيعرفوا يتكلموا كتير قدام الكاميرات. انا بحب الفن اصلا. حلو.
وعشان كده لما عملت حاجة إعلامية كانت مرتبطة صح بالفنانين. حلو. يعني كلها فنانين والفن، يعني تلاقي مثلا شخصية كبيرة، طبعا حد مثلا اشتغل معايا دور الأب، دور الخال، دور العم، النجمات الكبيرات كلهم، كان كل اتصالي بالفنانين اللي أنا كنت بشتغل معهم. فما جربتش يعني ان انا اعمل حاجه غير كده بالنسبه لحكايه الاعلام دي. طب ما احنا نعمل كده تاني. التجربه كانت ناجحه جدا جدا ما شاء الله. فيعني ايه المانع ان احنا نعمل، مش هقدر اسميها سيزون 2، بس نعمل تجربه رقم 2. يعني ما بكذبش عليك، ما فكرتش فيها. يعني ما فكرتش فيها. وطبعا هو جميل ان يعني انا بصراحه كنت بعتبر نفسي قاعده معاهم في قعده زي ما بنقعد كده اثناء التصوير بين الشطات، بين يعني في التسجيل، في حاجه يعني مانيش محضره. بس انا على فكره انا هقول لك حاجه، المذيع او الاعلامي يجب ان يكون عنده جزء تمثيلي من غير يعني من غير ما يفتعله. أيوه. هو لازم يكون، لان هذا الحضور والقعده الطويله دي وكده بيكون عنده حته الممثل اللي لازم يكون عنده الصبر، لازم يكون حاسس بالحاجه اللي بيتكلمها. لا نفس الحكايه تبقى قريبه للممثل لما بيكون يعني هو ثقافته كويسه. يعني لازم يكون عنده ثقافه، شويه ثقافه عشان مفرداته تبقى حلوه كده يعني. طيب ايه راي حضرتك، هقترح على حضرتك اقتراح، يعني ايه راي حضرتك لما وقتك يسمح الاسبوع اللي جاي تحلي علينا ضيفه رائعه عظيمه في برنامج التاسعه، ونقعد قعده لطيفه زي ما حضرتك وصفتيها بالظبط. اتمنى ان انا اكون لطيف يعني، بس والله هو اقتراح مفاجئ بالنسبه لي. فاتمنى ان هو يكون مشجع بقى كمان. والله مشجع، انت مشجع على طول يعني. يا رب يخلي حضرتك. ايه رايك؟ يعني ما اعرفش، بس لازم يكون الاسبوع الجاي. يعني هو الاسبوع الجاي انا عندي احتفاليه كده تبع وزاره التعليم. جميل. فانا مش عارفه هكون الميعاد ده فاضيه فيه، يعني انا ممكن اظبط الميعاد معاكم. اتفقنا ان شاء الله. خلاص متفقين. اعتبر انه بس وعده هنبقى سوا صح؟ ده وعد. وعد. الله. خلاص. الله. إن شاء الله. الله. إن شاء الله. يا بختي. أشكر حضرتك جدا 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 جدا. ألف شكر ليك يا فندم. ألف أشكرك شكر. أشكرك جدا. وأنا بس عايزة أشيد بحكاية التكريمات. أنا لسه كنت بشوف الأستاذة طبعا سهير الشلبي مكرمة، وغيرها كتير كانوا موجودين، اختياراتهم موفقة جدا. أوي. كانوا مختارين ناس يمكن الجمهور العادي ما يعرفش بيعملوا مجهود قد ايه عشان يخدموا مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، الصحة، الزهايمر، يعني الإشراف على حاجات يعني كتيرة مختلفة يمكن الناس ما تعرفش مين اللي بيعمل الحاجات دي ومين اللي بذل هذا المجهود. أنا بحيي يعني فعلا السيدة انتصار لأن هي اختارت كل فرع من الفروع اللي لازم الناس تطلع، يعني لازم تظهر على الشاشة للناس يعرفوا إن وراءها سيدات محترمات بذلوا مجهود تعبوا علشان هذه الفروع تطلع قوية وتشتغل حلو، والمستشفيات اللي بتعالج وأشياء كثيرة كانت موجودة امبارح. زائد بقى طبعا حبها أو يعني احترامها للفن بأن هي اختارت يعني مجموعة من الفنانين اللي ليهم بصمات مع المرأة، يعني المخرجة إنعام محمد علي. أيوة. اللي عملت هي والمسرحيل، وكان لي الشرف طبعا أن أشتغل في العمل ده. المرأة إزاي اللي بتعرفش تقرأ مشاكلها، حياتها بتنبهي إزاي، ولكن الطموح والعزيمة وكده خلتها بقت حاجة. غيرها بقى طبعا في فنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة نيلي اللي بتمتعنا وأمتعتنا بالفوازير، الأستاذة رجاء حسين. يعني الحقيقة الاختيارات كانت موفقة جدا جدا جدا. أنا سعيدة جدا ومتشرفة جدا بأن الدولة تكرمني في هذا الاحتفال،
وان شاء الله اذا جت فرصه اعمل حاجه تانية هعمل ان شاء الله. يا ريت يا ريت يا ريت. على كل حال احنا هنناقش كل ده لما هنتقابل في البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا ليك يا فندم. كل الشكر لحضرتك، كل الشكر لفنانتنا الكبيره استاذه صفاء ابو السعود.